بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن اختبارات المرحلة الأولى من الحمل، الدرس الثالث. كيف يقوم الطبيب بهذه الاختبارات في المرحلة الأولى من الحمل؟ طبعا يشمل هذا الاختبار تحليل للدم وفحص الجسم بالموجات فوق الصوتية للكشف عن متلازمة داون وبعض الاضطرابات الصبغية الكروموسومية، وأيضا يقيس تحليل الدم مستويات بعض المواد في الدم الأم الحامل، وطبعا يقوم فحص الموجات فوق الصوتية بقياس سمك الجزء الخلفي من رقبة الطفل أو أجزاء من جسده. يعني فجميع هذه العوامل معا مع احتساب عمر الأم يساعد الأطباء في تحديد مدى الخطر الذي يحيط بالجنين أثناء فترة الحمل. قد يكشف بعض الاضطرابات الصبغية الكروموسومية التي يعني تتضمن مثل متلازمة داون مثل ما تكلمنا في السابق، يعني نوع من أنواع الاضطرابات مثل التثلث الصبغي 18 ومتلازمة أدادورز، وأيضا بالإضافة إلى مشاكل في القلب أو عيوب أخرى في الجسم أو اضطرابات في تشكيل جسم الجنين. وأيضا يعني هذا الفحص يعني يحتاج إليه أطباء يعني متخصصين في هذا المجال مثل طبيب النساء و التوليد. وإلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.